ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا النهاردة هنعمل فانوس. انا عملت فانوس كبير بس ما لحقتش اصوره، فقلت اعمل معاكم الفانوس الصغير. ومعايا برضو هلال. بس الهلال شكله ايه؟ اهو ده الهلال. وفي معايا مسدس شمع اهو، وشمع. معايا القماش. القماش ده انا جبته من خيامية ب 8 جنيه. انتي بتفصلي لحد ما توصلي للسعر اللي انتي عايزاه. انتي وشطارتك بقى. دلوقتي انا بجيب الفانوس وبقيس عليه القماش عشان ما هدرش قماش. بعمل كده واقيس عليه المسافة اللي انا عايزاه. لقيتها كده اهي، هقص بقى. هو الفانوس الصغير ما بيحتاجش قماش كتير زي الفانوس الكبير بالشكل ده. وابدأ بقى بسم الله اقص. هبدأ بقى كده اخد كل جزء جزء كده واحطه. اهم حاجة ان انت تشدي كويس عشان ما يطلعش معاكي مرخي. بالشكل ده اهو. احط كده الشمع بسم الله على الحديدة. بعد كده احط القماش. ناخد بالنا من الظهر والوش. الهيكل ده يا جماعة، ده الحديدة دي اسمها هيكل. دي بتتجاب من برضو من الخيامية. انا كده كده عاملة فيديو للخيامية، خشوا شوفوه. بس ده جنب بوابة المتولي. لو شفت الفيديو هتفهموا الوصفة. هنخش الشارع اللي جنب بوابة المتولي، هنلاقي الراجل اتنين جنب بعض، هما الوحيدين اللي في المكان ده. ده جبته ب5 جنيه. الهيكل ده ب5 جنيه، واللي فيه منه ب15 وفي منه ب10، طبعا حسب المقاس. اشد بقى كده جامد كده اهو. بصوا بصوا الشده اهي. بصوا شدي كده عشان تيجي معاكي مفروض. بعد كده انت بتقصي من هنا عشان الزاويه دي تعرف تلزق. بعد كده بقى نبدأ نقص الزيادات قبل ما نشتغل الجزء اللي بعده. لازم ننضف كده عشان يطلع معانا الشكل حلو من جوه. ده أول جنب. بعد كده هناخد باقي الجنب التاني ونعمله نفس النزول اهو بالشكل ده. نفس الشغل اللي انت بتشتغليه على الفانوس الصغير ده بالظبط هو اللي بتشتغليه على الفانوس الكبير. انا كنت عايزه اصور لكم الفانوس الكبير، معلش اعذروني، بس الولاد كانوا عاملين دوشه جامده والتصوير طلع الصوت فيه مش حلو جدا. متقلقوش، الزيادات دي كلها هتتعمل في الفرنش، يعني مش هتبان خالص بعد ما قصتها، مش هتبان. وطبعا تتاكدوا وانتوا بتجيبوا الهيكل ده ان هو عامله لكم حلو، عشان ساعات بيبقى معوج كده ما بيبقاش حلو. طبعا خدوا بالكم من الشمع عشان بيحرق جدا في الايد. وقبل ما ابدا الجزء اللي بعده اخلص تنظيف، انضف كله عشان يبقى معايا الشكل كويس بالشكل ده. طبعا كل الزيادات اللي باينه دي هيتحط عليها فرنش. الفرنش برضو من هناك بتتباع المتر بجنيه، وفي فرنشة اقل في الكثافه بتاعتها، يعني هي بتبقى حسب كثافه الشعر بتاعها، اقل بتبقى بنص جنيه المتر. انتوا عارفين ان الجاهز مش اغلى كتير، يعني دي ب5 جنيه، والقماش ممكن يعمله كمان 5 جنيه بالفرنشة. هي الجهاز بتتباع ب20 أو 25، بس الولاد بيفرحوا قوي لما بيشوفوكي جايبه فوانيس رمضان وبتعمليها قدامهم، بتبقى بيحسسوهم برمضان كده وبهجة رمضان. فهاتوا واعملوا في البيت، بتبقى الولاد بيفرحوا جدا وبتبقى عادة. بصوا كده انا عملت اهوت التلات اركان. انا هخلص بقى الجنب ده اللي هو الركن الاخير وارجع لكم تاني ان شاء الله. بصوا بقى انا كده خلصت الفانوس كله اهو، كله اتقفل معاكم زي ما انتوا شايفين اهو. دوت الفرنشة دي اسمها فرنشة. دي الكيس كله 50 متر، 50 متر ب30 جنيه، يعني المتر كان واقف عليا بنص جنيه. هما بيبيعوا الكيس كامل على بعضه. في من الفرنشة دي اللي عارفين اللي نازل تحت الشراشيب دي، في منها اتقل، المتر فيها بجنيه،
انتي حسب زي ما انتي عايزه. انا بجيب اللي دي الفوانيس دي كويسه بالنسبه لي، فهنحط كده ونقص بالشكل ده. هناخد كده الشمع عشان نقفل بيه الشكل اللي بيبقى طالع بره، مش هيبقى باين اي حاجه معايا اهو. بص شكله تحفه. وبفضل بقى اي، مش هقص بقى دلوقتي، هلفها كلها وبعد كده هقص في الاخر اهو. بتخلي كل الفانوس تحفه بالشكل ده. الاوفر لك طبعا ان انت تجيبي كيس كامل فيه 50 متر، هتحتاجيه يعني ممكن تحطيه على اي حاجه. 50 متر ب 30 جنيه. خلوا بالكم طبعا من اللسعات. طبعا ننضف كده كل اي حاجه نشوفها كده خارجه ننضفها، عشان تبقى الفانوس معانا شكله نظيف وحلو كانه جاهز بالظبط، مع ان الجهاز والله مش بيبقوا منضفينه كده زي ما احنا بننضفه. بصوا بقى كده المنظر النهائي اهو، شكله جميل جدا. بصوا جميل ازاي. ممكن بقى نشتري له وحده اضاءه ونحطه هنا، ننزله بسلك وننور. دلوقتي بقى انا خلصت الفانوس معاكم، وهبدا بقى في الهلال. الهلال ده برضو ب5 جنيه بيعملهولك، ويحطه كده على القماش وابدا اقص كده مكانه، وهتشوفوا معايا هيبقى يطلع شكله ازاي. قصوا من بعيد، متقصوش على مقاسه بالظبط عشان نقدر ان احنا ندخله جوه. طبعا متقلقوش برضو من الخيوط اللي خارجه دي، كل ده هيتدرب الفرانشيت. هنزل ده على قد ما اقدر، بحاول اقص شكل الدايره بتاعته وابدا اجيب كده وادخل لجوه، واحاول اشد جامد بالشكل ده. اشد كده بالمنظر ده اهو. شدي على قد ما تقدري دي، اشيلها كده من تحت عشان دي هيتعلق منها بالهلال، عشان دي تعرف تلف معاكي. تقصي كده عشان تعرف ايه نلفها، تشدي جامد كده عشان دي الحتة اللي هتفرق معاكي في الشد اهو. دي الحتة اللي تحت هتفرق معاكي في الشد جدا بالشكل ده اهو. شدي كده والزقي كده اهو، شدي ولفي بالشكل ده. بصوا هيطلع معاكم المنظر ازاي بالشكل ده. قصقصي عشان الشغل يطلع على منضف. بصوا بقى الجزء ده اهو، هعمله برضو نفس النظام، هقص برضو عليها ونلزق، بس مش هتاخد بقى ايه زي الجزء التاني. الجزء التاني دخلناه كله لجوه. هقص حواليها كده، والزيادة برضو هقصه بس بعد ما الزقه بالشكل ده. هبدأ بقى كده ايه ألزق. اهو
كل ده بقى ايه هيتدارى بالفرنش بالشكل ده. دلوقتي احنا خلصنا اهو الهلال. طبعا احنا شايفينه شكله مش حلو خالص. اول ما نجيب الفرنش ونعملها هنعرف نشوف الشكل اتغير خالص زي الفانوس بالظبط كده. الهلال كده من اوله اهو، ونعمل دايرة بالشمع ونلزق بالشكل ده اهو. ناخد بالنا من ايدينا طول ما احنا بنشتغل لساعات لساعات. بالشكل ده عملنا الفرنشة. وبعد كده ايه، بص بقى الزيادات دي بتني دي كده عشان ايه ما تفكش معي. وابدأ بقى ايه اعمل حتة بالشكل، ابدأ اعمل تحت كده بس. في الاخر شكله عامل كده بالمنظر ده، حلو جدا. انا معايا واحد تاني هعمله واوريه لكم برده في الاخر. يعني انا معايا التاني ده اهو هخلصه بالظبط زي ده واوريه لكم في الاخر. ممكن نحطه كده قدام بعض اهو، ونعلق ده من فوق ونعلق ده كده تحته، يبقى شكله شيك جدا. هنعمله بقى ايه بالطريقه اللي احنا هنعملها بيها، وكل واحد يعمل زي ما هو حابب يحط في بيته ازاي.